لاربيتر كيكمل الكره عاد كيبدا الاربيتراج ولا كيدير يعني كتكون واحد 30 الفور عاد كتبقى كيفكر انه يدير الاربيتراج عاد كيبدا عاد كيدير باش يوصل لهو نيفو كتبقى بقات ليه 40 5 سنين كيمشي دابا اكشيلمون لا وهو كانت مداخله قيمه اللي تطرقوا ليها الشباب على كاين بزاف تاع المحاور كاين الناس اللي تطرقوا للمعاناه ديالهم كاين الناس اللي عندهم طموح وكيبغيو ان الجهات ديالهم تطور فيها هذا القطاع ديال الشباب والرياضه حاولنا من 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 منظورنا حنا كفاعلين رياضيين يعني وطنيا نحاولوا نعطوهم نصائح وتوجيهات ونحاولوا ان شاء الله نساعدهم قدر المستطاع في التطوير ديال الرياضه وقطاع الشباب في المناطق ديالهم. لاحظنا ان جميع المداخلات كانت كتمحور حول اصلاح المنظومه الرياضيه، شنو كان الاجابات ديال المؤطرين في هذه الورشه؟ وصحيح هو شوف الاصلاح هو بدا من شحال هادي غير دائما ما يمكنش يكون اصلاح 100% ديما خاص يكون كيدوز على مراحل، يعني حاولوا ان المؤطرين انهم يعطيو يعني ضمانات للشباب انه ان شاء الله هذا الاصلاح غادي يستمر وغادي يكون ان شاء الله اصلاحات عامه ان شاء الله في المستقبل.